بتستضيف مملكة البحرين الشقيقة القمة العربية في ظرف دقيق للغاية واستثنائي بيمر بيه تاريخ الأمة العربية، ولعل ثقة الدول العربية في قدرة مملكة البحرين على جمع الصف العربي وتوحيد الرؤى العربية لمواجهة الأزمات، ده خير دليل على أن الاستضافة هذا العام ثقة في قدرة مملكة البحرين على القيام بهذه المهمة وتحمل هذا العبء الغير محدود، واللي هو جزء من تاريخ العرب على مر الفترة اللي فاتت. في نفس الوقت أجندة القمة متخمة بعدد كبير من الملفات المهمة جدا، واللي بتمثل علامة فارقة في العمل العربي المشترك، وبتحتاج لجهد ورؤى شاملة وجامعة للملوك والقادة. ونحن على ثقة بالجهود المملكة البحرين في تحقيق الهدف المشترك هو توحيد الصف العربي لمعالجة هذه الأزمات. الحقيقة العلاقات المصرية البحرينية هي نموذج يحتذى به في العلاقات الثنائية بين الدول، رؤى مشتركة للتحديات العربية والإقليمية والدولية، تفاهم وتنسيق مستمر وتواصل على مستوى القيادة السياسية وعلى المستوى الوزراء والمسؤولين، بالإضافة طبعا للزخم الكبير اللي العلاقة اللي بتكتسبه العلاقة في التميز في العلاقات بين المجتمع البحريني والمجتمع المصري.